هذا سائل يقول: هل من كلمة نصح لمن انتشر بين أوساط الشباب من التلهف للتكفير والبحث عن أسبابه ليوقعوه على من خالفهم، مع أن هذه الأسباب ليست أسبابا شرعية بل مبناها على الهوى أو على الجهل؟ كما ذكرنا، على الشباب أن يقبلوا على طلب العلم وأن يتلقوا العلم عن أهله، وأن يحرصوا على فهم المقررات عليهم في المدارس والمعاهد والكليات، مقررات في التوحيد والفقه والحديث والتفسير، يقبلوا على ذلك ويتلقوا العلم عن المعلمين أو على العلماء في المساجد، لا يقتصروا على تعلم على الكتب وقراءة الكتب، أو يقتصروا على التعلم على الجهال من أمثالهم. عليهم أن يتلقوا العلم في مواطنه وعن أهله، في المساجد أو في المؤسسات العلمية. أما أنهم يتلقونه عن مجهولين أو عن متعالمين، أو أنهم هم يقتصرون على قراءة الكتب ويكتفون بفهمهم، فهذا هو الضلال المبين، وهذا هو الخطأ والهلاك. وإن تظاهر لهم أن هذا فيه خير وفيه، يؤول إلى شر، يؤول إلى جهل. وهذا هو الذي سبب هذا التجاذب وهذا التراشق، هذا سببه الفهم السقيم والعياذ بالله، والتعالم هو الذي سبب هذا الشيء. حتى على المشايخ والمدرسين وفي المساجد يتلاقون ويتحابون ويتآلفون فيما بينهم. أما إذا انقسموا، كل واحد صار له غرفة ولا في استراحة ولا في ما أدري وش يسمونه خلوات، فهنا يحصل التناكر، يتنكرون للمجتمع، حتى لآبائهم، حتى لآبائهم يتنكرون لهم، ويجهلون آبائهم ويحتقرون آبائهم ويحتقرون المجتمع، ويهجرون المساجد ويقللون من شأن المؤسسات العلمية فيهلكون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.